منه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وسلام. نحييكم من هذا المهرجان الكبير، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رعاه الله. نحييكم في سادس انطلاقات هذا المهرجان في يوم الختام، في يوم الخميس، في 11 من جماد الأولى لعام 1440 للهجرة، الموافق 17 من يناير الحالي لعام 2019 الميلاد، بانطلاقة يوم الكبار، بانطلاقة أشواط الكبار، بانطلاقة أشواط الحول والزمول على فترتين الصباحية والمسائية. الفترة الصباحية التي تتضمن 18 شوطا توزعت ما بين الحول والزمول، المحليات والمهجنات الأصايل. المسافة المقررة هي 8 كيلومترات، 4 أشواط الأولى كما عودنا دائما بالدعم الكبير لأبناء المناطق الشمالية بالمنافسات القوية. بالفعل هكذا أعلنت الانطلاقة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نرحب بكل الحاضرين والمتابعين هنا في ميدان الذيد، كما نرحب بكل المشاهدين عبر قناة ياسر الرياضية وقناة دبي ريسنج، بالفعل الناقلات لهذا الحدث الرياضي الكبير. على البركة أعلنت أول انطلاقات شوط الذلل المحليات الأصايل. لمن سوف يكون نصيب هذا الشوط؟ من سوف يكون هو الفائز في هذا الشوط؟ الله 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 الله، يا هي أسماء، يا هي تحديات أراها بالعين المجردة. نتمنى للجميع التوفيق بإذنه تعالى. وأيضا لا ننسى مادة الزعفران وخلطة بو حمدان الزميل سمير. بالفعل على بركته نسير مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في هذه الانطلاقة وفي هذه التحديات المثيرة. مباشرة أخذ المركز الأول، مباشرة مع المركز الأول. هذه طيف، طيف اللي في الصدارة، يتقدم هلال بن بطي بن محمد الغفلي ليقدم طيف أيضا القادمة بأدائها الكبير وبشعار المهندس. بالفعل تتقدم طيف على الصدارة على المركز الأول، يسير هنا مع طيف هلال بن بطي بن محمد الغفلي. المركز الثاني هذه شذا بطي بن محمد بن راشد الغفلي، يقدم شذا على المركز الثاني في تحديات كبيرة، في انطلاقة مثيرة. بالفعل المركز الثالث الوصول من بالظبيان، يعروف بن الصغير بن مرخان الاكتبي يقدم بالظبيان السلالة الظبيانية. بالفعل المعروفة والتي صالت وجالت منذ العصور القديمة يتواجد هنا ليقدم بالظبيان، ولكن الدخول هذه شذا، شذا وصلت في هذه اللحظات بطي بن محمد بن راشد الغفلي بالفعل يقدم شذا، بينما الزاوية الأخرى هذه وحيش سلطان بن عبيد بن حمد الاكتبي اللي ذعناها باسم شذا، ولكنه وحيش خذت المركز الرابع. المركز الخامس الوصول من طب محمد بن خلفان بن حمد الحافري، وصل يقدم طب. بالفعل أيضا تتقدم هناك لتداوي المركز الأول، ويأتي راعي طب هنا وبدأ بالمركز الخامس. المركز السادس التقدم من الشاهينية سالم بن هزيم بن محمد بن هزيم المسافري، يقدم هذا الاسم على المركز السادس. المركز السابع ملهمة، وصلت ملهمة في هذه اللحظات علي بن سالم بن علي بالخرس الاكتبي، بدأت بالإلهام القوي والإحساس المثير بأنها تنتزع المركز الأول وتهديها للمدام. هذا الفوز والانتصار، يتقدم هذا الشعار ايضا علي بن سالم بالخرس الاكتبي، يتقدم هنا من خلال هذا الانطلاق وياخذ المركز السابع في هذه اللحظات.
بينما المركز الثامن الوصول من مودة علي بن راشد بن علي الاكتبي. يلا يا مودة، ذكريات جميلة مع هذه الذلول بالفعل، وهي دائما تشارك في هذا المهرجان بمنافسة قوية بتحديات مثيرة. هل اليوم سوف أيضا تنال الفوز والانتصار أم سوف يكون كلام آخر مع المشاركون الثلاثون اسم المنطلقون في هذا الصباح؟ ولكن هملولة خليفة بن علي بن سالم بالخرس الاكتبي يقدم هملولة، هذه هي العشر المراكز الأولى. ولكن عدساتنا ترصد أيضا هناك بعد العشر المراكز الأولى في الكادر أيضا الثاني بالفعل، وفي عدساتنا من خلال هذا النقل الحي والمباشر مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام من خلال هذا التحدي عودة إلى الصدارة. شذا بطي بن محمد بن راشد الغفلي يتقدم أيضا ويسير بهذا الاسم الكبير بهذه التحديات المثيرة، الرجل الذي عاصر هذه السباقات وعاصر هذه الانطلاقات ويعرف دائما نوعيات السباق. هنا أيضا يتقدم مع هذا الاسم الكبير في تحديات شذا بطي بن محمد بن راشد الغفلي ليتقدم بالمركز الأول بالصدارة الأولى. علي بن محمد الوهيبي أحد شبابنا المضمرين أبو محسن دائما أيضا يأتي في خبرة الكبار في تحديات أيضا الكبار، يقدم هذه الانطلاقة، يقدم هذا الأداء. بينما الدخول من طيف الهلال بن بطي بن محمد الغفلي من الزاوية الأخرى، ولكن هنا القادمة بالظبيان يعروف بن صغير بن مرخان الاكتبي يقدم بالظبيان. السلالة الظبيانية بدأت بالمنافسة القوية لأنها تعشق المسافة الماراثونية. يتواجد هنا بن مرخان بالفعل الاكتبي ليقدم هذا الأداء، أحد أيضا المنطلقين في هذا الشوط، وبالفعل من خلال الاسم بأن التأسيس قوية يعروف بن صغير بن مرخان. ما دام عندك بن ظبيان نقل أيضا إلى المركز الرابع، الدخول التحدي المثير من الشاهينية سالم بن هزيم بن محمد بن هزيم المسافري يقدم الشاهينية، سلالة أيضا غنية عن التعريف بالفعل، ليتقدم معها أيضا بن هزيم في هذه الانطلاقة وفي هذه التحديات المثيرة. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، هذه هي الانطلاقة، هذه هو ندانا الثاني، نسير ناخذ المركز الخامس، الوصول والدخول في المركز الخامس. هنا مشاهدين الأعزاء القادمة هذه طب لمحمد بن خلفان بن حمد الحافري، وصل الحافري بدأ أيضا يقدم طب المركز الخامس. نقل يا بن مية ناخذ المركز السادس، لأن المجموعة الأولى خذت الفايف ستار بانطلاقة الشعارات بانطلاقة التحديات. وصلت الأسماء، مودة قادمة، علي بن راشد بن علي الاكتبي، الاكتبي يتقدم، ولكن هنا من القادم؟ من القادم؟ من المنطلق؟ هادي بشاير، وصل صابر بن سعيد بن صابر الاكتبي يقدم بشاير الخير، وصلت بشاير، هلت بشاير وخذت المركز السادس. شعار بالخير من الزاوية الأخرى يتقدم مع ملهمة علي بن سالم بن علي بالخرس الاكتبي، الوصول الجديد من الهائلة إبراهيم بن سالم أيضا العليلي العويني العليلي بالفعل يقدم هذه الانطلاقة، ولكن الدخول ريماس خليفة بن سلطان بن سالم الحافري. هكذا نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، نعود بكم إلى المقدمة، نعود إلى المنافسة القوية، نعود إلى التحديات المثيرة. هنا في أول أشواط الذلل المحليات الأصايل في انطلاقة هذا الشوط، ما شاء الله تبارك الله، أداء مميز وانطلاق مميز بالفعل، بسرعة قوية بنوعيات مثيرة بالفعل. من خلال هذه المنافسة غيرت أيضا هنا الشاهينية، سالم بن هزيم بن محمد بن هزيم المسافري يقدم هذا الاسم ويتقدم من خلال هذه الانطلاقات. كما شاهدنا من بداية المهرجان أربعة الأشواط الأولى أيضا الخاصة بأبناء المناطق الشمالية هي من تحظى بالتوقيت الأفضل في الفترة الصباحية، سن الحجايج وسن اللقاية والإذاع وسن الثنايا يوم الأمس، هل يا ترى سن الحجايج
الكحولي والزمول اليوم سوف أيضا يحظى بها أهالي المناطق الشمالية بالفعل من خلال امتلاك هذه النوعيات الفاخرة، امتلاك هذه السلالات أيضا الجميلة بالفعل. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول. هذه شدة بدأت تغير المركز الأول. بطي بن محمد بن راشد الغفلي يقدم شدة، يقدم شدة. من قدم هذا الشعار يوم الأمس بالفعل رهف وكان عصاف الأبطان، وقدم صبر في سن الإذاع يتقدم أيضا مع شدة في المركز الأول. 2 كيلومترات يا مشاهدين، 2 كيلومترات، ولكن شدة مع المركز الأول. بطي بن محمد بن راشد الغفلي يقدم شدة، بن ظبيان يعروف بن صغير بن مرخان الكتبي يقدم بن ظبيان الوصول على المركز الثالث الشاينية. سالم بن هزيم بن محمد بن هزيم المسافري، ولكن بشاير صابر بن سعيد بن صابر يتقدم الكتبي هنا ليقدم هذا الاسم. انتقل الى المركز الخامس، طيف هلال بن بطي بن محمد الغفلي يقدم طيف في المركز الخامس. الله الله الله، المركز السادس ملهمة ملهمة، وصل بالخرس في تحديات الكبار. يصل في هذه اللحظات علي بن سالم بالخرس الكتبي ليقدم ملهمة في هذه اللحظات. الوصول من مودة علي بن راشد بن علي الكتبي ايضا تتقدم وتاخذ المركز السابع، المركز الثامن هذه ريماس خليفة بن سلطان بن سالم الحافري، المركز التاسع القدوم من حشيمة علي بن خلفان بالشاوي الغفلي، القادمة مياسة سعيد بن مبارك الجزيعي الكتبي وصل ليقدم مياسة. هكذا النتيجة، ولكن شذا 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 على الصدارة، شذا على المركز الأول، شذا على الصدارة الأولى، هي من تفتتح بوابة الكيلومتر الأخير، بوابة الكيلومتر الأخير. يلا يا أبو محسن بنشوف وين الورقة الرابحة، هل هي شذا أم هل هي طيب بالفعل؟ ولكن هنا العصافة الأبطان بدون أي أوامر، بدون أي أوامر، 800 متر الأخيرة. الله الله يا شذا، تحركت الشاهينية لسالم بن هزيم بن محمد بن هزيم المسافري يقدم الشاهينية في جولة قوية. ما شاء الله تبارك الله، شذا 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 تتحرك بسرعة الكبار بتحديات الكبار هنا على المركز الأول، على الصدارة الأولى، على الانتقال الأول. هنا شذا، ولكن أبو محسن يقدم شذا ويأتي بطيف أيضا لتنال هناك مركزا متقدم. هنا مشاهدين الأعزاء 400 متر الأخيرة، التحديات المثيرة مع هذا الاسم ومع شدة بالمركز الأول. تهانينا لبطي على هذا الفوز، بطي بن محمد بن راشد الغفلي، تهانينا لبو محمد على هذا الانتقال، على هذا الأداء الكبير. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، هذه لحظات الوصول، لحظات الوصول. شذا إذا مشاهدينا الأعزاء تهدي أيضا بطي بن محمد بن راشد الغفلي هذا الفوز. سلام بو سعيد، سلام سلام بو بطي، سلام سلام المهندس، سلام يا راشد ويا هلال ويا اخوانكم الكرام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت فيه بشاير صابر بن سعيد بن صابر الكتبي، المركز الثالث وصلت طيف الهلال بن بطي بن محمد الغفلي، المركز الرابع الشاهينية لسالم بن هزيم بن أيضا محمد المسافري، المركز الخامس. هناك وصلت في مشاهدين الأعزاء مياسة لأيضا سعيد بن مبارك بالجزيعي الكتبي، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. هذه لحظات الوصول من شدة مشاهدين الأعزاء. متابعين الكرام، تهدي أهالي فلي المعلة وأهالي ميدان اللبسة بالفعل، حيث قطعت المسافة 12 دقيقة 59 ثانية وأيضا 6 أجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز الكبير الذي قدم، مشكور يا أبو محسن. أيضا هو علي بن محمد الويبي من قدم هذه الانطلاقة القوية.
بينما المركز الثاني 13 دقيقة وثانيتين وأيضا 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالكي أيضا بشاير، صابر بن سعيد بن صابر الاكتبي وصلت المركز الثالث 13 دقيقة 6 ثواني وأيضا 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك طيف، هلال بن بطي الغفلي، تهانينا على هذا الفوز الكبير. تهانينا لمالك شذا، هناك أيضا بطي بن محمد الغفلي، وسلام في الليل معلا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء عبر قناة ياس الرياضية، حيث من تتابعون هذه الانطلاقات الصباحية، شوطنا ينطلق بحفظ من الله ورعايته، شوط لا يقل أهمية للحول المهجنات الأصايل من الأشواط. مشاهدينا الكرام،